صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لدولتنا الحبيبة، صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين، وأمال تتجدد وأحلام نعيشها ونجتهد لتحقيقها. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. هذا البرنامج الذي يأتيكم ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل. فلكم كل الأمنيات إن شاء الله بحلقة مميزة، وهي إن شاء الله سوف تكون مميزة، لأن المواضيع التي سوف نطرحها في هذه الحلقة أعتقد أنها مواضيع تهم جميع المستمعين. حقيقة مستمعين الكرام، يعني مع بداية هذا العام هنالك يعني الكثير من الأطروحات والكثير من الإنجازات والكثير من الوقفات، سواء كانت ما بين 2015 وأيضا التطلعات ل 2016 كيف راح تكون هذه السنة، متواصلة بالإنجازات، متواصلة بالأمور الكثيرة التي يمكن من خلالها أن نسعى لتحقيقها. عموما ما أدري إذا المكالمة جاهزة عندنا، في عندنا مداخلة؟ لا مش موجودة. طيب أنا راح أنتقل، إذا بتأجلوا لي المكالمة إلى نهاية الحلقة هذه، لأن بأمانة أبغي أتطرق للموضوع الرئيسي الخاص بحلقتنا اليوم. ف يعني حقيقة الهيئة قطعت شوط كبير في مجال علاج وجراحات السمنة من خلال عيادة السمنة بمستشفى دبي، التي تقوم مستمعينا بتوفير كافة الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية وفق أفضل الممارسات الطبية والأجهزة الحديثة. السمنة حقيقة مرض من أكثر الأمراض التي تهدد جميع المجتمعات في العالم. اليوم ما نتناول هذا الموضوع وما نتناول مواضيع خاصة بجراحات السمنة، لذلك أتمنى يعني ترحبون معايا بضيفنا في الاستوديو اللي بيتحدث عن الجراحات والعلاجات اللي استأثرت على اهتمام الكثير من الناس. اليوم ضيفنا في الاستوديو الدكتور زيد عبد العزيز المازمي، استشاري جراحات السمنة في مستشفى دبي. حياك الله معانا دكتور. الله يحييك دكتور. في البداية يعني موضوع السمنة موضوع يشغل الكثير من الناس، يا ترى هل نقدر نقول أن جراحات السمنة صارت موضة، الكل يسعى لربط المعدة، شفط الدهون، يعني باقي الجراحات إذا كانت في تقنيات جديدة طلعت ما أدري، لكن هل هي الحل المناسب للحفاظ على قوام جميل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بغيت أقول أن عيادة السمنة مش موجودة بس في دبي، موجودة في مستشفى راشد. نعم. وعندهم عدد كبير هائل من المرضى. شيء ثاني، طبعا شيء صحي أن الواحد يحافظ على وزنه وينبان أنه لبسه زين وجسمه يعني، وفي نفس الوقت أن الواحد يحافظ على الوزن طبعا يعني يبعده من الأمراض. نعم. اللي المعروفة إن كان سرطان أو السكر، ضغط، الكوليسترول. نعم.
في إدارة الصحة نحن عادة نعتمد على الأسباب الرئيسية أن السمنة تأثر على صحة المريض. نعم. هذا الهدف منه. لكن في طبعا هناك أطباء ما يكون وزن المثالي وممكن يسوي عملية عشان المريضة تطلب أن تحافظ على قوائمها. يعني نقدر نقول أنها موضة ولا بعدها ما صارت موضة؟ والله في بعض الدول هي موضة استوت للأسف. طيب دكتور، أنت تحدثت عن بعض أسباب السمنة، يعني قلت أن هنالك أسباب عديدة للسمنة. يا ترى أنا الشيء اللي ممكن أتساءل فيه الآن، يعني في حلقات سابقة نحن كنا تحدثنا عن أرقام وإحصائيات خاصة بمجال السمنة، وذكرنا يعني إيش كثر قاعدة الأرقام والإحصائيات تنتشر في مختلف المجتمعات. بالنسبة لمجتمع الإمارات، أسباب السمنة هل هي تكون مقتصرة فقط على أسباب وراثية، أم عائدة لنمط الحياة اللي نحن نعيشه، ولا في أسباب أخرى؟ والله أنا أعتقد أن البداية تكون من المدارس نفسها، في صغر السن شو النوع، ومن البيت نفسه. يعني الفاست فود حين ممكن حتى الياهل في البيت ممكن يشيل تليفون ويطلب بالفاست فود، عرفت كيف؟ وطبعا في جزء منه وراثي، وجزء ثاني عاداتنا، أكلنا الخارج وعدم الأكل الصحي أو حتى الأكل في البيت يعني. طيب دكتور، خلنا الحين ما نتكلم على الأمور الخاصة بالفئات اللي تعاني من السمنة. يا ترى ما هي أكثر الفئات التي تعاني من السمنة اللي أنتوا تشوفونها تقريبا يعني؟ وأيضا إذا عندك بعض الأرقام والإحصائيات ممكن تذكرها لنا. والله نحن المبدأ اللي موجود عندنا نعتمد على الكتلة الجسم. فإذا كان الكتلة بدون الأمراض إضافية مثل الضغط والسكر والكوليسترول، نبدأها بالأربعين، يعني هو الحساب بيكون الوزن على الطول يعني. لكن إذا كان سكر والضغط ممكن من الكتلة الجسم 30 نحن ممكن نسوي هالعمليات. جميل. طيب أنا أذكر المستمعين الكرام اللي يحبون يشاركون معانا في موضوع اليوم، يمكنهم التواصل معانا على الأرقام التالية، للاتصال على الرقم 600551414، وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. متواصلين معاكم ومع ضيفنا في الاستوديو الدكتور زيد عبد العزيز. دكتور، ذكرت أن هنالك شروط ومعايير لإجراء عمليات جراحات السمنة، وهي تعتمد على كتلة الجسم. طيب شو هو الحد الأدنى للوزن إذا ما أخذنا الوزن هو كمعيار يعني؟ والله نحن ما نعتمد على الوزن، نعتمد على الكتلة قلنا. فإذا كان مثل ما قلت 40 في الشخص العادي بدون سكر الضغط والكوليسترول، لكن من 30 كتلة يعني، الكتلة يعني كتلة 30 مع سكر الضغط ممكن نسوي العملية. طيب دكتور، العمليات اللي تسوونها هي أنواع أعتقد، شو هي الأنواع هذه؟ الأنواع الشائعة الموجودة اللي هي القص معدة والتحويل مسار، أو إن الميني باي باس، لكن نحن في مستشفى دبي نسوي قص معدة والتحويل مسار، أو نشيل الحلقة وممكن نسوي القص معدة أو التحويل مسار. طيب أنا بأخذها يعني عملية عملية. أول عملية اللي هي قص المعدة، شو هي قص المعدة بالضبط؟ شو اللي تسوونه دكتور؟ الهدف من قص المعدة أنك أنت تصغر المعدة عشان حجم الأكل اللي أنت تأكل يكون أقل. وفي طبعا في هرمون غريلين اللي هي لها علاقة بالجوع، فهي تقريبا تنخفض بعد العملية إلى حوالي 65%. فالمريض عادة يحس أنه شبعان لكن مو دائما، وشيء حجم الأكل يكون أقل اللي يأكله فطبعا يضعف. طيب هذه بالنسبة لقص المعدة. العملية الثانية تحويل مسار، هي طبعا نفس الشرطين اللي هي حجم المعدة تكون قليلة، شيء ثاني الهرمون يكون قليل، الشيء الثالث اللي
الأكل اللي نحن ناكله ما يمتص كل الجزء منه لأنه تحويل مسار. فالاستفادة تكون بثلاث عوامل هني. طيب والعملية الثالثة ميني باي ميني باي باس إن ناخذ هي تكون أقرب إلى الباي باس اللي هو تحويل مسار إن ناخذ المصران حوالي مترين تقريبا مع قلة حجم المعدة. نعم عندنا اتصال دكتور من المستمع عبد الله. تفضل عبد الله. راح الخط. عموما نحن دكتور نستكمل الحديث، عندنا فاصل قصير ومن ثم سوف نعود لاستكمال هذا الحديث الشيق عن المواضيع الخاصة بعلاج وجراحات السمنة. بعد الفاصل ممكن تتواصلون معنا على الأرقام التالية 6005514414 أو عن طريق الرسالة النصية إذا كانت عندكم أي استفسارات أو اتصالات على موضوع الخدمات التي تقدمها عيادات السمنة بمستشفيات الهيئة. فاصل ونرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند الحديث عن عيادات السمنة في هيئة الصحة بدبي، وضيفنا في الاستوديو متواصلين مع الدكتور زيد عبد العزيز المازمي استشاري جراحات السمنة في مستشفى دبي. قبل الفاصل كان في عندنا مكالمة مع أحد المستمعين. عبد الله ألو، انقطع الاتصال مرة ثانية. طيب أنا ما أدري شو مشكلة الاتصالات عندكم. عموما دكتور يعني هنالك بعض الأسئلة السريعة من الجمهور، يعني في سؤال عن الأعراض بعد عملية قص المعدة، هل يعمل على البرود الجنسي؟ لا ما أعتقد. يعني في اختلافات، يقولون في حد من الناس يقولون أو في تخصصات تقول أن هنالك بعض الأعراض اللي ممكن تظهر على هذا، لكن هل هي نتيجة القص المعدة دكتور ولا؟ والله أنا للحين ما في عندي شكوى أن المريض اشتكى وقال من القبيل، لكن بالعكس يمكن ساعده أنا أقول. طيب المستمع موجود معنا على الخط، زي حلو لي. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. عبد الله ولا؟ إيه عبد الله. هلا أخوي عبد الله، لعوستنا نحن ندورك الحين الصبح. ما كان لي نصيب الثالثة ثابتة الحمد لله. الله يسلمك عبد الله، تفضل الشيخ. تبغينا نسأل الدكتور الله يخليك. تفضل. تفضل أخوي عبد الله. دكتور أنا كان وزني تقريبا 133، نزلت وزن لين 80. إنزين. بالرياضة والسباحة. تحيد دكتور صار لي 6 سنوات يعني أبغى أسيطر على الوضع، ما في مجال يعني عرس وهذا، بس الحين الوزن بدأ يزيد ويتني إصابات شوية من الجري و شو تنصحني فيها الحين أكمل في الرياضة؟ الرياضة ما أقدر الحين مثل أول يعني أول كنت ذوبي والأمور. طولك كم عبد الله أخوي؟ 175. والوزن؟ الحين دكتور يتراوح بين 113 يسير وي ما تدري. سكر ضغط شيء عندك؟ والله أول كان عندي يوم كان وزني كبير يعني كان 135 130، كان عندي وايد مشاكل شيء في يوم نزلت وزن الحمد لله والرياضة كل شيء الحمد لله. والله الكتلة عندك الحين تقريبا 39 يعني ممكن تقريبا يعني من 35 إلى 42 تقريبا. لا مو ب 42، أشوف أنا عندي 39 تقريبا. الدكتور سأذهبين قبل الوجبة بعد الوجبة لا أنا أعتقد أنك بتحتاج عملية إذا كان هذا وزنك وهالطولك. إيه يعني دكتور تدري الحين يوم ما تمرن يزيد من فوق الصدر، بس مكان الترهل ما يعطي أي شيء دكتور. زين عبد الله أعتقد السؤال واضح دكتور، و ممكن يتوجه لوحدة من العيادات اللي في إدارة الصحة في هيئة الصحة، ومن خلالها ممكن يفيدونا بشكل أفضل. أنا عبد الله اسمح لي عندي مجموعة مكالمات ومسجات. لا ما في مشكلة، أنتم اللي تسمحون لنا. الله يحفظك وتسهل السلامة. في عندنا مكالمة ثانية. ألو ألو السلام عليكم. السلام، تعرف عليك. معك حميد الزافي. هلا حميد، تفضل.
كيف الحال أخي؟ الله يحفظك. عندي استفسار بخصوص قص المعدة. أنا عملت فحوصات وبعد الفحوصات قالوا لي عندي اللي هو الارتجاع المريئي. صحيح. بعد ما راجعت مع الدكاترة قالوا لي لازم نحن نسوي لك تحويل مسار بدل قص المعدة. لكن لما أنا سألت عن تحويل المسار قالوا لي راح بعد 5 سنوات تقريبا أو 6 سنوات راح يصير عندك انقلاب في المعدة ده. فأنا مو فاهم شو بيصير عندك. انقلاب؟ انقلاب في المعدة من تحويل المسار ولا من القص؟ تحويل المسار. لا ما أعتقد هو الانقلاب عادة يكون في القص المعدة. لكن يوم أنت تبغي قص المعدة هي دكتور. لكن إذا إذا قصينا المعدة الضغط داخل اللي يسمونه المعدة يزيد فالارتجاع بيزيد عندك فكذي يفضلون أنك يسوون لك تحويل مسار. وأنا أعتقد سامحني على المقاطعة بس ثاني شيء قالوا لي بنسوي لك قص معدة لكن راح يكون عندك نزيف داخلي فهل هذا هو الصح؟ لا لا, لا هو نحن عادة نشرح للمريض أن بعد القص اللي شو ممكن يستوي اللي هو المضاعفات النزيف داخلي أو خارجي أو له تسرب أو تضيق في القص نفسه يعني هاي العوامل الرئيسية المضاعفات الرئيسية يعني بس نسبتها أقل من 1%. أها طيب حميد أعتقد الأمور واضحة جزاك الله خير. أنا بنتقل لبعض الأسئلة دكتور يعني نرحب بالدكتور زيد المازمي. هل ممكن نعمل عملية قص المعدة للأطفال بفارس؟ طبعا السمنة قامت تزيد في الأطفال هالأيام موجود عندنا نحن وطبعا في أطباء في العالم على حسب العمر يسوون هالعمليات إذا كان السمنة مفرطة. ونحن بدينا نحط القوانين وإن شاء الله نبدأ بنسوي على حسب الوزن اللي موجود عندنا. لكن في طبعا في طبيب في السعودية عنده حوالي 300 حالة مسوي فهي العملية مو صعبة لكن العناية من بعد العملية الياهل ممكن يروح ياكل اللي يبغيه فهني مساعدة الوالدين أهم شيء. طيب دكتور أنا المكالمة اللي جتنا من عبد الله كان يتكلم إن وزنه كان 135 نزل للـ80 ورد مرة ثانية ارتفع نزل بالرياضة من غير عمليات من غير أي شيء. أنت نصحته قلت له إنه ممكن سوي لك العملية. طيب هل الأفضل أن الواحد يعمل هذه العملية على أساس ينزل بالوزن ولا الأفضل أن يعني يمارس الرياضة ويحاول يحافظ على نمط حياة صحي؟ هو كلامك صح 100%. نحن دائما ننصح انه يتجنب العمليات لكن اذا المريض ما يقدر ما يستطيع فشو الحل الثاني للاسف يعني. فدائما نحن نحاول في البدايه اذا جانا المريض في العياده ان نحاول على التغذيه وهي تحاول وياه اذا قدر ينزل وزنه. وهو اصلا انتم من الشروط اللي تحطونه بالنسبه للعياده ان اول ما قبل يبلش العمليه لازم يدخل ضمن حميه غذائيه. صح. معينه. صحيح ان على الاقل 10% من وزن زايد يخف قبل العمليه. طيب في عندنا مكالمه بعد كذلك دكتور. الو الو السلام عليكم. يا هلا نتعرف عليك وسؤالك لو سمحت. وياك ابو جمعه. مرحبا. كيف الحال اخبارك؟ سؤالي يا دكتور عندي بخصوصنا عندي أعاني مرض الربو هنا وعرضت نفسي على دكتور مناظير بخصوص أن سويت قص معدة. هل إذا أنا سويت قص معدة هل بيأثر علي حيا هذا في أثناء جراء العملية؟ ثاني شيء وأعطاني حل ثاني هو غير قص المعدة طبعا البلونة فشو الأسب لي كأفضل أنا ككون أني عندي ربو؟ وثاني شيء عندي وزن تقريبا وزني 128. والطول كم اخوي؟ الطول 172. خلي بس تشوف الكتلة. طيب شوف الكتلة دكتور. عندك سؤال ثاني ابو يمعه؟ تسلم طول لي بعمرك. تسلم بس. طيب دكتور تحت مرة ثانية الطول الله يخليك. 172. والوزن 100 28.
وبتحتاج عملية بتحتاج أخوي. زين بالنسبة لل أنا أعتقد إذا فقدت الوزن بتستفيد من كعلاج في الربو يعني. عرفت كيف هي؟ الأزمة يعني. أنت حاولت تسوي رجيم؟ حاولت قبل، نزلت وزني تقريبا من 15-17 كيلو ارتحت. أنا ما قلت ارتحت صح وصح إيه. أنا عندي مشكلة في الشتاء يعني، أنا شوي أتعب زيادة يعني في الشتاء، ما أقدر أمارس رياضة ويكون صعوبة عندي يعني. أنا ما أعتقد العملية يعني بتضرك. وبالنسبة للبالون يعتمد كليا على الشخص نفسه، لأن البالون يعني الهدف منه أنه أنت تحس أن المعدة يعني متروسة هالفكرة، فأكلك يكون قليل وشبعان. لكن أحيانا بعد ما تشيل البالون، وفي ناس ما يتقبلون البالون على الفكرة أنه في عرفتك، فإذا يعني دكتور زيد، بس أنا الحين في إجراء العملية مثلا إذا بغيت أسوي القص، ككون أنا عندي ضيق تنفس يعني ربو، هل بيأثر علي يعني في إجراء العملية يعني ككون عندي ربو؟ طبعا نحن عادة نحن نحول قبل العملية للطبيب الصدر الباطني والباطني نفسه والتخدير، فأنا ما أعتقد بيكون عندك أي مشكلة إذا كانت الأمور زينة. بس إن أحيانا طبيب الباطني هو يقول لك تحتاج بعد العملية العناية مركزة، لكن مو بشرط يعني. أيوة. شكرا لك. شكرا لك بيمعة. دكتور هني أنا أبغي أتكلم عن الخدمات بشكل عام اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال. يا ترى أنت ذكرت أن يتم تحويل الأطباء إلى عدة إلى عدد من الأقسام، يتم تحويل المرضى لعدد من الأقسام، وأن أكثر من طبيب يشوفه في أكثر من تخصص. طيب شو هي الخدمات بشكل عام اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال؟ ومن شروط أن نحن لازم نحول المريض للطبيب النفسي والتغذية، وعلى حسب الأمراض الإضافية اللي عنده الباطني. وبعد فترة إذا هو قادر ينزل وزنه وجاهز ممكن نحن سوي له العملية، فهو يتم عدة أطباء له. نعم دكتور زيد، نحن نتواصل معك، هناك الكثير من المكالمات، الكثير من الرسائل النصية في هذا المجال، لكن يعني ما ناخذ فاصل قصير ومن ثم سنواصل الحديث للتعرف على الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مجال جراحات السمنة بشكل عام، سواء في مستشفى دبي ولا مستشفى راشد أو غيرها من الأماكن التي تضمها خدمات هيئة الصحة. فاصل وما أرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي للتعرف على يعني المتطلبات التي يسعى إليها جمهور المتعاملين للحصول عليها من خلال يعني الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة. مدى رضاكم، ملاحظاتكم، استفساراتكم، وأيضا نحاول قدر الإمكان من خلال هذا البرنامج أن نفتح البوابة للمزيد من المعلومات للتوجه نحو نمط حياة صحي وسعيد، وهذا اللي دائما ما تسعى هيئة الصحة في مختلف برامجها إلى تحقيق هذا الهدف وإلى توصيل هذه الرسالة. كنا قبل الفاصل مستمعينا الكرام قد توقفنا للحديث عن الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مجال عيادة السمنة وعلاجها، وأيضا أذكركم بضيفي في الاستوديو معي الدكتور زيد عبد العزيز المازمي. دكتور زيد هو استشاري الجراحات جراحات السمنة في مستشفى دبي. دكتور تحدثنا عن الكثير من الحالات، الكثير من الأمور، وهناك الكثير من الاتصالات اللي أنا حقيقة يعني أبغي أركز على بعض الجوانب الخدمية التي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال، لكن خلنا نأخذ اتصال ونكمل الحوار معك. ألو، السلام عليكم. يا هلا، تفضل. كيف الحال؟ الله يحفظك. مشكور على البرنامج وإن شاء الله تعمل الجميع. الله يسعدك. تعرف عليك؟ حامد.
حامد تفضل يا حامد. تمام دكتور الله يخليك، انا وزني 97 98 وطولي 170 يعني هل احتاج ان اسوي قسم معده ولا احاول ان ابدا بالرياضي؟ انا ما اقدر أتمرن. والله انا اشوفك رياضي. الحين ياس احسب لك الدكتور الكتله 170 الطول صح؟ ايه والوزن 98 بس انا وزني يزيد بسرعه غريبه يعني ينقص وزني بسرعه بس يزيد بسرعه يعني شيء غريب جدا. انا شوف حامد، احنا قبل البرنامج كنا نتكلم يا دكتور زيد، فالدكتور شو يقول؟ يقول سو كنترول على حلقك. ما تقدر تقول كنترول على الحلق يا دكتور. والله الوزن كم؟ 80 الوزن؟ 98 97 تقريبا 97 بس ما اعتقد بيحتاج لان والطول 170 ايه لان الطول ساعات الطول يخرب على فكره، لكن انا ما اعتقد تحتاج. اللهم يعني الدايت التغذيه الحميه. واضح حامد. السكر عندك شيء حامد؟ السكر الضغط شيء؟ لا لا ما عندي سكر الحمد لله. مرات يكون امشي الدكتور في الضغط مرات يقول مرتفع عندك شيء بسيط درجه او درجتين عقب فتره من الزمان. مش ما تقريبا ما عندي لا ضغط ولا سكري ولا لا ما انت كتله جسمك حوالي 31 فما تحتاج يعني دوب الرياضه والحميه. ايوه طيب شكرا لك حامد. شكرا سيدي الله يجزيكم خير يا الله يحفظك. والله ممتع برنامج. الله يسعدك يا رب. طيب دكتور خلينا نتكلم الان عن العيادات اللي توفر هذه الخدمات لعلاج السمنه في هيئه الصحه. ذكرنا أنواع من أنواع عمليات الجراحية الخاصة بعلاج السمنة، كل عملية في لها مميزات وأيضا يمكن قد تكون لها بعض الآثار السلبية على حد علمي، يعني ما أدري أنت ممكن توضح لي أكثر دكتور في هذا المجال. لكن إذا ما بتكلم عن الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في هذا المجال، شو أنواع الجراحات اللي دائما هيئة الصحة ممكن تسويها، وفي أنواع يعني ما تنصح أن ما ينصح أن هي تسويها، خاصة أن الدكتور نحن نلاحظ أن معظم العمليات هذه صارت عمليات تجارية، يعني في بعض الأحيان تدخل ضمن إطار العمليات التجميلية، ونشوف أن حقيقة في الكثير من الدول مجال العمليات التجميلية أصبح يعني تجاري أكثر مما هو للمحافظة على صحة الإنسان. شوف نحن الأطباء يعني مرتبطين مع الجمعيات وقوانينها، خاصة إذا كانت العلاقة بين الأطباء والحكومة، ففي على حسب نحن فنمشي نحن على حسب القوانين إن وكل عملية في المؤتمرات يتم مناقشتها، ان اي عمليه شو الاستفاده منها وشو المضاعفاتها، وعلى حسب الوزن وعلى حسب حجم المريض يعني. نعم. فطبعا ونحن حاطين قوانين مثل ما قلت لك على حسب الكتله فنمشي عليها، لكن اذا كانت عمليه اضافيه جديده جايه فلازم نحن نناقشها في مؤتمراتنا، ومن بعدها بعد مناقشة المريض نبدأ نسوي هالعملية. طيب بالنسبة لي يعني أقسام علاج عيادات أو عيادات السمنة المتواجدة في هيئة الصحة دكتور، شو هي الحملات اللي تقومون فيها في هذه في مجال توعية الجمهور بمخاطر السمنة وأيضا بأهمية العلاجات اللي تقدمونها؟ تقريبا من شهر نحن قدمنا حملة اللي هي كانت حملة محلية يعني يعني النصائح اللي قدمناها حق الجمهور، لكن أنا كشخصيا أعتقد أهم شيء أن نعتمد على الأطفال في المدارس. هني لأن هذا الطفل اليوم وزنه 30 كيلو يمكن عقب يكون 300 إذا أنت ما حافظت عليه وما تغذى يعني بطريقة صحيحة. على طاري الوزن هذا الدكتور، يعني أكثر وأثقل وزن مر عليكم في المستشفى وعالجتوه؟ والله نحن في مستشفى دبي حوالي قريب 300
لكن أنا اللي أتذكره أيام مستشفى راشد كان في حدود 400 يعني. 400 كيلو. هي وطبعا نزلناه بالدكتور فيصل بدري كان مشرف على الحالة. مشرفه. فنزلناه حوالي نزل 100 كيلو بعدها سووا عملية وحين شخص عادي. جميل جميل. طيب دكتور النتائج الإيجابية لعلاجات السمنة على الأمراض الأخرى، خلنا نتناول هذا الموضوع، كيف ممكن علاج السمنة يؤثر على بشكل إيجابي على صحة الإنسان ويقي أيضا من الأمراض الأخرى؟ المعروف أن مثلا العلاقة بين السمنة والسرطان هي يعني مثبوتة في يعني علميا. فطبعا كل ما الواحد خف وزنه كل ما بعد، خاصة في الأمراض السرطان الثدي يعني والقولون. وفي نفس الوقت العمليات إن كانت قص المعدة أو التحويل مسار أو ميني باي باس، معروف إن ممكن السكر أول سنة 70% يتوقف يعني وبدون علاج، وحتى هل ممكن يستمر لثلاثة أو أربعة خمس سنين، بس النسبة شوي تقل لكنه ممكن يعني يستمر. ونفس الشيء الضغط أو يقل أو حتى أنه يتوقف يعني الطبيب المريض ما يأخذ أدوية يعني. طيب دكتور، عدد العمليات اللي يتم إجراها بشكل سنوي إذا ما متكلم في هيئة الصحة بشكل عام، إذا تحضرك الأرقام أو حتى من خلال عيادتكم في دبي؟ والله النسبة عالية جدا يعني يعني نحن لين 2000 وفي شهر 10 نحن يعني العدد يعني ما هو في مجال لين 2000 من 2016 في شهر 10 يعني البوكينج مالنا يعني فل يعني مثل ما تقول. جميل تفضل. والعدد كل في الأسبوع يتزايد تقريبا من 15 إلى 20 حالة جديدة يعني أسبوعيا، نشوفون من 15 إلى 20 حالة. وأنا أعتقد نفس الشيء وأكثر بأنه بيكون في مستشفى راشد. طيب الدكتور، الآن الشخص اللي يبغي يستفيد من الخدمات اللي تقدم ضمن عيادات السمنة في هيئة الصحة، شو اللي مفروض يسوي؟ نحن ممكن يأخذ موعد من العيادات اللي هي في المراكز الصحية أو إنه ممكن يتصل في مستشفى دبي ويأخذ موعد في عيادة. عيادتنا يوم الخميس ونحن نشوفه، وطبعا اللي يسمع المريض ونشوف إنه هل ممكن بالرجيم أو بالعملية شو اللي يحتاج، ومن ثم يتم تحويله إلى الجهات اللي مرتبطة معانا مثل النفسي والباطني. هني أبغى أتكلم عن الفحوصات اللي تقومون فيها ما قبل العملية، شو أهم الفحوصات دكتور؟ والله نحن نسوي المنظار ونسوي المنظار عشان نشوف، طبعا أنت بتقص المعدة وسوي التحويل فلازم تعرف شوف في المعدة وخاصة البكتيريا، فنسوي المنظار ونسوي الأشعة التلفزيونية عشان خاصة إذا كان المريض قال إن أنا عندي آلام المرارة، حتى الهدف منها أنه هل في حصوات في المرارة ولا لا. طيب دكتور، ملاحظ هنالك يعني كوادر طبية مواطنة متخصصة في هذه العلاجات، يا ترى يعني تحدثني عن توجهكم كمواطنين لمثل هذه التخصصات. والله الحمد لله الحكومة مقصرة وهيئة الصحة يعني دعمها كبير، وإذا لاحظت إن كان في مستشفى راشد ولا في دبي أطباء الرئيسيين كلهم مواطنين يعني. جميل دكتور، يعني نحن نتمنى لكم التوفيق دائما في يعني مختلف الفعاليات اللي تقدمونها. أيضا ما أدري إذا عندك كلمة أخيرة تبغي توجهها في قبل نختم معك دكتور. طبعا الأهم شيء إذا بغينا نحن نخف من يومين الوزن في يعني السمنة تزيد في الإمارات، أن نهتم بعيالنا وهم صغار يعني.
طيب إذن هي الرسالة دائما أن الاهتمام بتغذية الأطفال حتى نبعد عنهم مخاطر السمنة. عندي مسج ظاهر كان مفروض أن يوجه حق أبو عمر. طيب يعني في ختام هذا اللقاء أنا ما أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور زيد عبد العزيز المازمي استشاري جراحات السمنة في مستشفى دبي على تواجدك معنا دكتور في هذه الحلقة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وشكرا جزيلا. يا مرحبا. طيب في موضوع آخر مستمعينا يعني داخل أقسام التخدير ووحدات العناية المركزة هناك تتعلق آمال الكثيرين وتتشابك طموحاتهم في حياة جديدة مديدة. هذه الآمال بدورها تنعقد على مستوى الاحترافية لدى الطواقم الطبية التي تدير هذه الأقسام والوحدات، أيضا مستوى التجهيزات ووسائل العلاج المتاحة. كل هذا يعني وبالتحديد إذا ما نتحدث عن هيئة الصحة بدبي والمستشفيات التابعة للهيئة، هنالك حزمة كبيرة من خدمات الرعاية المتكاملة اللي ما نتكلم عنها حقيقة عبر استضافتنا من خلال الهاتف الدكتورة نادين نور رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى لطيفة، والتي بتخص إن شاء الله برنامجنا بالحديث عن أحدث تقنيات تسكين الألام عند الأطفال بعد العمليات الجراحية، وهذه التقنية التي تستخدم لأول مرة على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يا هلا دكتورة، حدثين عن أهمية هذه التقنية اللي حقيقة أشوف أنها تشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية اللي تقدمها المستشفى للأطفال المرضى من حيث تسريع عملية الشفاء وتقليل فترة مكوث الطفل داخل المستشفى. كما تفضلتم فإن هذه التقنية تساهم مساهمة فعالة في تخفيف وتسكين الألم عند الأطفال. بالإضافة إلى تقليل المضاعفات التي قد تنتج عن العمليات الجراحية وتأمين راحة المريض وتجنب الآثار السلبية للألم على الأطفال. هذه الآثار السلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والضغط النفسي واختلال توازن الأملاح المعدنية في الجسم وتقليل الحاجة لإدخال المرضى للعناية المركزة للسيطرة على الألم ومعالجته. طيب دكتورة، آلية عمل هذه التقنية شو هي آليتها بالضبط؟ إن طبيب التخدير وكادر التمريض في قسم العمليات أو قسم العناية ما بعد التخدير يقوم بتحضير وتشغيل مضخة مسكنات الألم التي تكون مرتبطة بوريد في المريض عند المريض. وعند انتقال المريض للأقسام الداخلية يستمر تقديم الدواء المسكن ومتابعته من خلال ممرضة مدربة ومؤهلة، بحيث يتم مراقبة العلامات الحيوية للمريض بشكل مستمر ودقيق وتقييم درجات الألم ودرجات تأثير الدواء المسكن قبل وبعد إعطاء الجرعات الإضافية عن طريق الوريد. طيب دكتورة، إذا ما تكلمنا عن الحالات اللي يتم استخدام هذه التقنية فيها، يا ترى ما هي هذه الحالات؟ في عدة حالات يمكن أن تستخدم فيها هذه التقنية. مثل عند الأطفال بعد العمليات الجراحية، في حالات فقر الدم المنجلي، التهاب البنكرياس والألام المرتبطة بالحروق، بالإضافة إلى الألام المرتبطة بمرض السرطان. طيب دكتور، أنتم فعلتوا استخدام هذه الآلية، يا ترى شو هي أكثر الحالات اللي صادفتوها في مستشفى لطيفة لاستخدام مثل هذه التقنية معاهم؟ أكثر الحالات المستخدم فيها هذه التقنية في مستشفى لطيفة هي حالات العمليات الجراحية، لأن مستشفى لطيفة مستشفى متخصص في جراحة الأطفال. صحيح. وأيضا في حروق الأطفال، هذه الأطفال وهؤلاء الأطفال وجدنا فيهم فعالية كبيرة لاستخدام هذه التقنية من حيث راحة المريض وتسكين الألم. طيب دكتور، هني أنا بتوجه إلى مسألة أن تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على برمجة واستخدام هذه التقنية، هل هناك برامج تدريبية قمتم فيها؟ في الحقيقة هو قام أطباء التخدير بمستشفى لطيفة بتدريب الكوادر الطبية والتمريضية على برمجة واستخدام هذه التقنية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية العملية وتقييم مستوى التمريض في طريقة الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنية، حيث تم تدريب مجموعة من الممرضات التي سيقومن بتدريب غيرهن على استخدام هذه التقنية. طيب دكتورة، دائما نتحدث عن مسألة التدريب وأيضا تفعيل هذه التقنية، لكن
أنا إذا بستخدم تقنية جديدة بشكل معين لازم أتأكد أن هذه التقنية هي تقنية آمنة. فكيف ممكن أقول أن التقنية المستخدمة حاليا هي تقنية آمنة وما لها أثار جانبية؟ يعني إن هذه التقنية آمنة في السيطرة على الألم كونها تعمل على تثبيت نسبة المسكنات في بلازما الدم، كما أن الاستخدام يتم من خلال الممرضة فقط التي تقوم بإعطاء جرعات إضافية على فترات وعند الحاجة الفعلية لها من خلال الضغط على الزر المخصص في الجهاز والمرتبط بوريد المريض، مع التنبيه على ذوي الطفل بعدم السماح لهم بالضغط على الزر لتقديم أي جرعة إضافية من المسكن، وذلك حرصا على سلامة المريض. كما أن جهاز المضخة مسكنات الألم يتوفر فيه عدة فعاليات للأمان، من حيث أن هناك رقم سري ومفتاح أيضا الجهاز يكون لدى الممرضة المتخصصة فقط. يعني الواحد ما يقدر بروحه يضغط الفص ويفعل الجهاز، لا هناك في باسورد معين. أيوة. ولازم أي تفضل الدكتورة. باسورد ويكون المفتاح فقط مع الممرضة المتخصصة. طيب دكتورة، هل هذه التقنية فقط مخصصة للأطفال ولا ممكن استخدامها كذلك للكبار؟ يعني التقنية موجودة في الأطفال وأيضا في الكبار، لكن في الكبار هي تقنية مختلفة لأن الكبار هم لديهم القدرة على ضغط الزر بنفسهم عند إحساسهم بالألم، وبيكون أيضا في هناك في فعاليات للأمان في الجهاز، فبيكون في فترة من بحيث إذا ضغط المريض على الزر فهناك فترة 10 دقائق مثلا، حتى لو ضغط المريض على الزر في هذه 10 دقائق لن يتم إدخال الجرعة لجسم المريض. ففي حالة الكبار دور الممرضة فقط في مراقبة المريض ومراقبة العلامات الحيوية، إنما إدخال المسكن بيكون عن طريق المريض نفسه. طيب دكتورة في الختام، يعني تبغين توجهي لنا كلمة في نهاية هذا اللقاء؟ الحقيقة أنا أحب أن أوجه الشكر للإدارة ولإدارة التمريض في مستشفى لطيفة، خاصة على الدعم المستمر والعمل الجاد لتحقيق هذه التقنية وتنفيذ هذه التقنية في مستشفى لطيفة الذي يؤدي إلى راحة وسعادة الأطفال وأيضا الكبار. دكتورة نادين نور، نحن شاكرين لك هذه المداخلة. كانت تحدثنا الدكتورة عن قسم التخدير والعناية المركزية بمستشفى لطيفة وعن تقنية جديدة تبعها القسم. دكتورة نادين نور رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى لطيفة، شكرا جزيلا لك. عموما مستمعين الكرام، يعني هنالك الكثير من الرسائل والكثير من الاستفسارات حول موضوع اليوم، لكن نحن أيضا نبغي نذكركم أن نحن هذا البرنامج فتحنا حقيقة لاستقبال ملاحظاتكم، استقبال اقتراحاتكم مستمعينا. اللي حاب يتواصل معنا على خدمات معينة أو يستفسر عن أمور معينة ممكن من خلالها يساهم في تطوير أدائنا، يساهم في تطوير خدمة مقدمة، وبالتالي تقدر الهيئة من خلال يعني معالجة أو أخذ الاقتراحات هذه إلى تحقيق الهدف اللي تسعى له، اللي هي يعني تقديم خدمة تصل بهذا المجتمع إلى مجتمع صحي آمن وسعيد. فهذه الفكرة الرئيسية اليوم للأمانة، يعني بحكم أن دكتور زيد موجود معانا كان ففتحنا شوية المجال لاستقبال بعض الأسئلة، لكن للأمانة عادة نحن ما نوجه هذه الإجابات إلى برنامج آخر جميل جدا في الطرح، هو برنامج بلسم اللي مع الدكتور بسام. فمن خلال هذا البرنامج ممكن توصلون أكثر للتعرف على يعني مختلف الأمراض وكيفية الإجابة عليها. الدكتور برنامج الساعة 3 صح؟ الساعة 3 يطلع الهواء أو 2؟ من 12 لين 2.
فبرنامج الدكتور بسام يكون من الساعة 12 للساعة 2 يومي، تقدرون تتابعونه، وحقيقة يقدم معلومات طبية قيمة. عموما مستمعينا، غدا عندنا إن شاء الله بعض المواضيع الشيقة، من نتعرف أكثر على خدمات كثيرة ممكن ما كنتوا تعرفونها عن هيئة الصحة، أو يمكن غائبة، منحاول نسلط الضوء عليها. أيضا مستمعينا اليوم كذلك العيادة الذكية موجودة على حسابات الهيئة من خلال هاشتاج العيادة الذكية، ومن خلال حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai @DHA_Dubai، أو من خلال حسابنا في البريسكوب، وأيضا عن طريق الانستغرام. العيادة الذكية موضوعها اليوم يعني موضوع جميل جدا، يتكلم على عدد من الموضوعات الصحية اللي يهتم بها أفراد المجتمع، فبتركز العيادة على مناقشة سبل بداية عام جديد بصحة جيدة من الناحية الغذائية، وأيضا المزيد من التفاؤل والإيجابية في العمل بين أفراد الأسرة. هذه المواضيع الرئيسية اللي بتطرحها هذه العيادة، شو هي الأسباب الباعثة للتفاؤل، كيفية استثمار الطاقة الإيجابية في تحقيق الأهداف الشخصية والأهداف العامة التي يأمل الإنسان أن يحققها لمجتمعه وللمحيطين فيه. فأنصحكم يعني متابعة العيادة، هي مستمرة للساعة 12 عبر حسابنا في تويتر أو من خلال البريسكوب DHA_Dubai. غدا لنا لقاء، حتى نلقاكم في ذلك الموعد تقبلوا مني تحياتي محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وتحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، وإلى الملتقى. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.